أيام قليلة تفصلنا عن العودة للمنافسات المحلية وتحديداً دوري روشن السعودي للمحترفين عقب فترة توقف طويلة بحثت من خلالها الأندية عن ترميم الصفوف وإعادة تأهيل اللاعبين والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة. وصيف الترتيب النصر كان قد استهل فترة التوقف الحالية بإعطاء لاعبيه إجازة ل17 يوما حتى 15 من يناير، والذي كان موعدا للعودة للتدريبات اليومية بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي فرض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية. كان أبرز ملامحها عودة الحارس الكولومبيوس بينا بعد غياب طويل لتتواصل التدريبات حتى 21 من يناير، والذي شهد مغادرة الفريق لمدينة شنزين الصينية للمشاركة في دورة ودية دولية كان من المقرر أن يخوض من خلالها الفريق مواجهتين وديتين قبل أن يتم تأجيل الدورة لوقت لاحق، لتعود البعثة النصراوية لأرض الوطن في 26 من يناير، وليبدأ مباشرة الفريق التحضير للمواجهة المرتقبة في بطولة كأس موسم الرياض، والتي واجه من خلالها النصر فريق انتر ميامي الأمريكي في الأول من فبراير ونجح في التغلب عليه بسداسية نظيفة وسط غياب القائد رونالدو، قبل أن يفتح ملف لقائه المقبل والذي سيواجه فيه الغريم الهلال في ختام بطولة كأس موسم الرياض في 8 من فبراير الحالي. وخلال فترة التوقف الحالية نجحت الإدارة النصراوية في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بجانب الإعلان عن تجديد عقد نجمي الفريق علي الحسن وأيمن يحيى حتى عام 2028. قابلها موافقة إدارة النادي على إعارة الثنائي عبد الله مادو والعاجي فوفانا لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم، إضافة لبيع عقد اللاعب خالد الغنام لنادي الاتفاق. يذكر أن النصر يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ب46 نقطة، وسيستضيف في 17 من فبراير الحالي نادي الفتح لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الأقوى.